نحن مقاتلين بمساكن شبابية جيش الحرب، عم قاتل حزب العمال الكردستاني بيكيكي، عبارة عن شبيحة هني موالين للنظام. نحن عم نحاول نمنعهم يخترقوا المساكن الشبابية وحي بني زيد، لأني عملاء مع النظام وكل ما بيعملوا تحالف معنا بينكلوا فيه، ومثلهم مثل النظام هني ما بفرقوا نهائيا شي عنه. ونحن حاليا عم نقوم بردعهم عن الحارة عن مساكن وبني زيد، وعم ندفعهم عن انه يدخلوا يضربوا المدنيين، والحمد لله الله موفقنا الحمد لله. وشو بالنسبة للأكراد؟ الأكراد إخوة إنا، ما لنا علاقة نهائيا. نحن نميز بين الأكراد والبيكيكي، الأكراد بالنسبة إنا إخوة، نحن عايشين مع بعض من زمن طويل بالأشرفية وبالشيخ مقصود، وفي مصاهرات بيننا وبينهم. الأكراد أنا صهري كردي، هي إنا يعني إخوة كتير من الأكراد استشهدوا بسبيل قضيتنا، وهم ضد التقسيم نهائيا، ومعنا قلبا وقالبا في الثورة. بس نميز نحن بين الأكراد وبين البيكيكي، البيكيكي مثلهم مثل حزب الله، مثل الإيرانيين اللي عبيجوا بيقاتلوا، عملاء هنن بالنسبة لهم، بس عبيقدروا بيتغلغلوا لهالمناطق بما أنهم أكراد. الله يحميكم يا رب. الله يسلمك.